يا عمي قصة الحمص قصة دخيل الله، احنا مش فاهمين شو اللي عم بيصير. اخذوا كل الدنيا اوامتهم، اخذوا ارضنا، اخذوا عرضنا، اخذوا كل اشي قلنا، ما ضلش اشي. بتقول لي ايش اخذوه؟ كل اشي اخذوه. مش عم ألغى، مش عم أقتل، أنا عم أنلبس من جوا، عم الاحتلال عم بسرقني، سرق أرضي، سرق كل حياتي وسرق حمصي. هو بيعرف من جوا إنه هذا هو الحمص، هو بيعرف من جوا إنه هاي هي فلسطين، ويزيد قمعه في كل إشي عشان يثبت لحاله إنه هاي أرضه، إنه هاي بلده، إنه هذا حمصه. يعني ولا بطريق بدهم أنا أكون هون او ما اكونش، او ليش اكون او ليش ما اكونش. هم مش عارفين ايش بدهم مني ومش سايبيني بحالي. بنحس انه ما لناش وجود، يعني بنستنى الموت بكل لحظه لاننا متضايقين ومضغوطين، حاسين حالنا بسجن. هذا وطن، هذا تراث تنازلك عن صحن الحمص كتنازلك عن جزء من فلسطين وتراث فلسطين. احنا اذا بدنا نستغنى عن صحن الحمص عادي استغنينا عن فلسطين كمان. أهرت على الحمص لما أشوف إنه مسروق، راح أنقهر على أي شيء وراح أوقف وراح أضلي واقف في هذه الأرض ومعي صحن الحمص إذا بدك.